اسمك ايه؟ سامح محمد رزق عفيفي. منين يا سامح؟ انا اساسا من هند شمس، بس يعني الزمن بهدلني شويه. الزمن ما بيبهدلش الناس الجميله اللي زيك. ايه دي كده، وربنا يديك الصح. قولي لي بس، انت عندك اعاقه ايه؟ انا شلل ودمور. دمور وشلل. بقالك كام سنه؟ انا من صغري، من وانت صغير. اه، وبعدين؟ وبعد كده عملت كذا عملية، 7 عمليات، وعملت كيس على في بطني، كان في بطني قلبي ورم، والحمد لله ما طلعش ورم. الحمد لله. وعملت عملية الغدة برضه، والحمد لله ما طلعش فيها حاجة، بس عندي نقص كالسيوم جامد. بصرف في حدود 800 جنيه في الشهر، يعني من عند باب ربنا، يعني اللي بيعطف عليا بيجيب لي العلاج. بس انت ما بتشتغليش؟ لا، ما بشتغلش، ما اقدرش اشتغل حضرتك. وانت متجوزه؟ اه، متجوزه وعنده 64 سنه. ان انت اتجوزتني اللي اتجوزتيهم، اتجوزتهم عشان تلاقي مكان تقعدي فيه؟ اه، صح كده. اه، اهلك فين يا سما؟ انا والدي متوفي ووالدتي متوفي. وما عندكيش الا اخ واحد ولا عندك؟ لا، انا عندي، هما كانوا 4 وواحد اتوفى، كان مريض سرطان. ماشي. وقعدت مع اخويا اللي هو اصغر مني، اما جيت اتطلقت من الراجل اللي هو الاولاني. ماشي. وبعد كده اما جيت اتجوزت شويه، اروح هنا شويه عند اختي هنا. يعني ماليش مكان. وانت من شويه قلتي لي ان ربنا حرمك من نعمه الخلفه. حتى ما عنديش عيال. طب انت ده اللي ما عندوش عيال دلوقتي، ده كويس يا سماح، انت زعلانه ليه؟ الحمد لله، الحمد لله على كل ما جاي. انا مش طالبه اكتر، انا عايزه شقه. انت عايزه شقه تقعدي فيها لوحدك؟ ما يعني عشان ما لو الراجل ده جرى له حاجه، حضرتك انا ما ترميش في الشارع. وهم قالوا لي انت في مصر الخير، قالت لي انت هتاخدي شقه في مدينه 6 اكتوبر اللي هي تبع المعوقين. الاولى الاولى بالرعايه. بس قالوا لي سنه وهدفع شهرين 300 جنيه 300 جنيه وبعد كده كل شهر 125. طب اجيب منين حضرتك؟ انت ما بتشتغليكي، انت ما بتاخديش معاش؟ مش واخده معاش. انا لسه حضرتك متوظفه 5% من الشهر اللي فات ده، اللي قبليه. يعني انت بقالك شهرين متجوزه؟ مشتغله. بس لسه ما عملوليش فيزا، حتى لما اجي يعني اول شهر قبضت الشهر اللي فات. ما عملوليش فيزا، كل ما اجي اقبض هصرف 100 جنيه انت هنا المواصلات غاليه جدا. انت اشتغلتي على كام؟ اتعينتي على كام؟ على 550. وانت العلاج بتاعك اصلا بكام؟ انا علاج ال 800 جنيه اللي هو بتاع الغدة حضرتك. وطبعا غير ما كل 3 اشهر بجدد بقى، اروح اعمل تحاليل ب 400. وما عملتيش معاش تكافل وتضامن ما بعد؟ لا، ما فيش. انا معايا الورق اللي يثبت بكده حضرتك. طيب نفسك في ايه بقى غير موضوع الشقة؟ انا نفسي الشقة بس، وهطلع عمرة. انا طلعت الباسبور، هو ده اللي انا طالباه، مش اكتر ولا اقل. الشقة والعمر. والستر. والستر اهم حاجة، دي اهم حاجة، الستر قبل كل شيء. عايزة تقولي حاجة تانية يا سماح؟ ربنا يخليكي يا استاذ. لا، انت كنت هتقولي كلام كتير قبل ما نسجل. والله بصي، انا تعبت، مش قادرة اقولك اكتر من كده. انا تعبت اتبهدلت في الدنيا كتير، وكتير قابلوني قالوا احنا هنعمل لك ومفيش حاجة اتعملت. بس طب عاوزة حاجة من الريس غير الشقة؟ ربنا يخليه سيادة الريس وما نتحرمش منه. وأول مرة أنتخب رئيس جمهورية هو السيسي بصراحة. عمر ما انتخبت ولا رحت انتخابات إلا ساعة السيسي. وحياة الأدم بيدن ده. صدق. شكرا يا رجع لأم عياله وسابني واترميت في الشارع. ليه اترميتي في الشارع؟ ما عنديش مكان أقعد فيه. يعني اتجوزك وانت لسه صغننه عندي 35 سنه حضرتك. انت عندك دلوقتي كام سنه؟ انا 46. يعني اتجوزك وانت عندك 35 سنه بالاعاقه بتاعتك. وانت رديتي بيه وهو كان مريض سرطان، وبعد كده خد حقوقك وحاجتك ولا؟ خد كل حقوقي، ما فيش حاجه خدتها خالص. وطردك في الشارع؟ طردني في الشارع. وبعد كده؟ بعد كده جالي واحد، كنت قعدت مع اخويا، طبعا مفيش حد بيستحمل حد حضرتك. وطبعا جه واحد راجل اللي هو اللي معايا ده 64 سنه،
اتجوزني وقعدت في بيت في شقة عياله مؤقتا لغاية ما يجيلي شقة، تمام. وهو عارف ان انا هقدم في شقة. رحت للمحافظ 1/11 حضرتك، طبعا حول لي ورقة على مصر الخير. مصر الخير جات لي ومفيش حاجة، مفيش حد رد عليا لغاية دلوقتي. ده الكلام ده من امتى كان؟ انا بص حضرتك، اخر ورقة كان طالبين مني قرار جديد طلعته لهم، و قرار بالإعاقة بتاعتك؟ بالإعاقة بتاعتي اه طلعته لهم ووديته لهم على الواتس تمام. زي ما هو المندوب جه قال الكلام لي ده كان امتى؟ يوم 25/12.